أول شيء أريد قوله أنه كان هناك خيارين. الأول هو توجيه المساعدة الأمريكية لجهة مغايرة، وهو ما سينقض ما حدث في السنة الماضية. الخيار الثاني هو عدم تقديم الدعم، وكان هناك كانت هناك مناقشات جدية حول إمكانية إلغاء الدعم كلية، وبالتالي فهو انتصار مزدوج للمغرب إذ يحصل على الدعم وعلى شرعية استعماله. هذا الدعم يعود إلى أيام الرئيس السابق باراك أوباما سنة 2015، حينما قدم المشروع نواب وسيناتورات مساندون للمغرب وضمنوه مبالغ مخصصة للصحراء. الأمر له رمزية من عدة جوانب. أولا، يبرز الأسلوب السياسي الذي تعتمده الولايات المتحدة في التعاطي مع تلك المنطقة. الرمزية الأخرى أنه يوجه اهتمام عدة قطاعات حكومية أمريكية إلى ما يحدث هناك. صحيح يمكننا أن نتحدث عن المفاوضات والحلول النهائية وهذا وذاك، لكن الشعب هناك يستحق المزيد من الدعم.